البحر أمواجه أكثرها مجنونة، ويمكن من قوة أمواجه وهو يضرب في الصخر تصنع في عقلك فكرة تتحدى المستحيل لحد ما يتعبد الدرب قدامك، وبالتأكيد راح توصل. في بداية الرحلة يستمتع من يرافقك، خصوصاً لما يكون الجو لطيف والموج هادي، بس لما تشتد الريح يتخلى عنك واحد أو اثنين أو حتى الكل، وتظل في وسط البحر تحاول تصارع هيجانه، خوف وقلق، حتى الثقة يمكن تنعدم لأنك تجهل العمق. الدعم من الآخر بيساعدك توقف على أقدامك، لكن بدعمك لنفسك ولأحلامك راح تبني نجاحك، وتحمي مركبك من ثقوب الأزمات، وتصلح مجاديفك لو انكسرت مرة أو ثنتين أو ثلاث، وراح تفهم بحر السوق ويفهمك. حولنا الناس تخاف من الجديد، ويمكن ما تثق ولا تتقبل الفكرة، بس أنت كصاحب فكرة تحتاج صبر طويل ونفس عميق حتى تكسر كل الحواجز بين فكرتك وبين الناس. ممكن ببراعتك ودراستك لطبيعة المجتمع تقدر تجذبهم قناعة. بيئة العمل اليوم مختلفة عن الماضي. اليوم تمكين توفر لرواد الأعمال دعم وبرامج تساعدهم بشكل أساسي في مشاريعهم. وبالنسبة لمشروعي قدرت أني أستفيد من تمكين من خلال برنامجين، برنامج المحاسبة وبرنامج المعدات. أصنع حلمك لو من أبسط الأشياء، ولا تخلي الكلام السلبي يحبطك، بالعكس أخذ دافع للاستمرار والنجاح. وتفرد بذاتك مثل البحر اللي كل ما تعمقنا فيه زادت روعاته.